أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وهذه الفقرة ومجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. على هامش التطوير والتنمية اللي بتشهدها محافظة الجيزة، محافظة البحيرة، لتوفير معيشة أفضل للمواطنين في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمت محافظة البحيرة بإنشاء منطقة صناعية بمركز ومدينة حوشعيسى. المنطقة الصناعية بتقع على مساحة بتصل لأكثر من 3045 فدان، وأنشئ عليها أكثر من 71 مشروع متنوع من داخل أحد المصانع العاملة في إنتاج اللمبات الليد. كان لكاميرا النيل هذا اللقاء نتابع. في ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتطوير الريف المصري، تم إنشاء المنطقة الصناعية بقرية أبو الشقافة بمركز ومدينة حوشعيسى بمحافظة البحيرة في تطور غير مسبوق، ومن داخل أحد المصانع العاملة في مجال تصنيع اللمبات والأسلاك الكهربائية، نموذج للمشروعات المقامة والعاملة على أرض الواقع بالمنطقة الصناعية. الحمد لله المحافظة وفرت لنا منطقة صناعية هنا في البحيرة، دي أول منطقة صناعية هنا، والحمد لله وفرنا الأرض بأقساط متساوية. ده كان أول دعم منه، دي كانت البداية، كانت سنة 2016. الحمد لله خدنا الارض، وفي خلال سنه الحمد لله اقمنا المصنع زي ما حضرتك شايفه وحضرتك صورتي، والحمد لله اي مشكله بنرجع للمحافظه فبتسهلوا معانا على طول. يعني دي اول حاجه، ان احنا كنا بنستورد من بره، دلوقتي ما فيش احتياج ان احنا نستورد من بره، لان يعني السلعه دي بقت متوفره في مصر، وغير كده كمان بدات بتروح للمستهلك بسعر منخفض. الاول كانت عشان الجمارك وكده والشحن البحري والكلام دوت، فكان بياخد وقت كتير وبياخد فلوس كتير، فدلوقتي الحمد لله الدعم ده بيقعد على المستهلك مش علينا، يعني دي اهم حاجه. هذا واشاد العاملون داخل المصنع بتواجد تلك المصانع والمشروعات داخل قريتهم لما وفرته من فرص للعمل مع توفير للوقت والمجهود. طبعا هي وفرت لنا فرص كتيره، والناس اللي هي محدوده الدخل بقى دخلها كويس، والميزه كمان ان هي يعني فريح البيوت، يعني ايه ما بنصرفوش يامي واحنا رايحين واحنا جايين، يعني عملت فرص كتيره للشباب برضو. قبل كده كنا بنسافر القاهره ومسافر اسكندريه علشان نشتغل، دلوقتي اصبحت عندنا منطقه صناعيه وسط الاماكن تواجدنا احنا. قبل كده كنا بنتعب قوي في السفر والجهد بتاعنا بيروح على ما ندور على شغل وكده، انما دلوقتي اصبح دلوقتي كل حاجه متوفره هنا عندنا. فالمنطقه الصناعيه اضافت كتير للشباب، فرص عمل، تكافؤ فرص، دلوقتي اصبح في عمال وفي اداريين من المنطقه، ابناء المنطقه الخريجين، فاصبحت المنطقه طبعا كويسه. وفر لنا طبعا دخل، فرص عمل، انتاج في بلدنا، برضه لنا كيان كده في وسط البلاد او وسط المجتمع، يعني ان احنا بننتجوا حاجه كويسه برضه للبلد وتنفعنا وتنفع مستقبل واجيالنا اللي جاي بعدين. يذكر ان المنطقه الصناعيه بحوشعيسى تقع على مساحه تزيد عن 345 فدان، مقام عليها نحو 71 مشروع متنوع تم الانتهاء من بعضها وجاري العمل بالبعض الاخر، من اجمالي 129 قطعه مخصصه، وتبلغ تكلفه الترفيق نحو 89 مليون جنيه. تنميه وتطوير الريف المصري هدفنا يسعى الى تحقيقه القياده السياسيه، فمن داخل قريه ابو الشقافه بمركز حوشعيسى يوجد هذا الصرح الصناعي العملاق ليؤكد على حجم التطوير الذي تشهده البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. من داخل المنطقه الصناعيه بمركز حوشعيسى محافظه البحيره، امل صبري، النيل. تواصل المراكز الطبية بكافة أنواعها في مصر والمنوطة بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا عملها، وده لتطعيم المواطنين منهم العاملون في قطاع التربية والتعليم بالتخصصات كافة، مع استخراج شهادات للسفر خارج البلاد، وده وسط إجراءات احترازية وقائية على مدار الساعة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. ما زال المراكز الطبية المعنية بعملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظات مصر كافة تعمل على مدار الساعة لاستقبال المواطنين لتطعيمهم باللقاح،
ومنهم الراغبين للسفر إلى الخارج والعاملين بقطاع التربية والتعليم كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة المرض بشكل واقعي. الطعم كلها متوفرة، في إقبال شديد عليهم، في برضو التطعيم الخاص بالمسافرين في فترة قريبة، وتطعيم أسترازينيكا 28 يوم فرق ما بين الجرعتين، الحياة متوفرة لتسهيل وتيسير على المواطنين الراغبين في السفر. بنسأل لو مثلا آخر مرة جالوا كورونا قبل 10 أيام، بنسأل برضو لو عنده أمراض مزمنة، عنده تجلطات، عنده أي مشاكل تانية قبل ما نديله التطعيم. ومع الإقبال الشديد على المراكز التطعيم من قبل المواطنين، إلا أن الإجراءات الاحترازية تتخذ على مدار الساعة وفقا لمعايير الجودة العالمية. بطهر إيدي وبعد كده بلبس، عندي السرنجات اللي هي ذاتية الاستعمال، مرة واحدة ما ينفعش استعملها تاني، وبعد كده بقعد المريض أو البيشن وبديله الجرعة بتاعته وبرجع تاني، لو ليها باقي برجعها تاني في التلج برضه عشان ما تبصش. قبول واستحسان من قبل المواطنين لما يتم لهم من إجراءات ميسرة خلال عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا. كلمتهم في التليفون قالوا لي تقدر تروح عرض المعارض عشان في مساحات اكبر، وهنا بصراحه التنظيم والمساحات كبيره فالناس ما بتجيش تاخد وقت، يعني انا جيت ما كملتش ربع ساعه ودخلت طعمت على طول. الحكومه موفراها والدوله موفراها، فحاجه كويسه جدا ان هي موفره حاجه زي كده، وفي نفس الوقت حمايه ليا ولاولادي ولكل اللي حواليا. اقبال المواطنين على تطعيم بلقاح فيروس كورونا الذي تم توفيره من قبل الدوله المصريه واحده من الاجراءات الاحترازيه المهمه لمواجهه المرض بشكل جدي. محمد حلمي، النيل. ونتابع النشاطات الثقافية والفنية لوزارة الثقافة على مسرح البالون بمحافظة الجيزة. قدمت وزارة الثقافة العرض المسرحي والغنائي ألمز وعبد الحمولي. نتابع. على خشبة مسرح البالون أمتع صناع العرض المسرحي ألمض وعبد الحامولي الجمهور بزمن الفن الجميل بقيادة المخرج مازن الغرباوي، والذي قدم توثيقا تاريخيا للشخصيات الفنية والتي كان لها تأثير على مستوى مصر في مجال الموسيقى والمسرح. ترجع طبعا الحدوتة لحقبة تاريخية مهمة جدا، وهي النصف الثاني من القرن التاسع عشر اللي كان مليء بالأحداث الكثيرة في تاريخ جمهورية مصر العربية. يمكن الفترة دي كانت مليئة تحديدا بأساطير الغناء وتحديدا ألمز وعبد الحمولي. المسرحية أعادت البهجة والأصالة من خلال قصة ألمض وعبد الحامولي على التراث الفني المصري القديم، والذي يتحدث عن الهوية المصرية بطريقة كلاسيكية ممزوجة بالتقنيات الحديثة. ألمض وعبد الحامولي هي قصة تاريخية وتشهد مسرح تاريخي، ومن التاريخ نعرف الحاضر، وأن التاريخ هو الأساس الذي نبني عليه، فمن جهل تاريخه لن يستطيع أن يواكب العصر. فبالتالي احنا الفتره التاريخيه دي لازم نتعرف ونعرف ايه اللي حصل فيها. العرض تحفه بصراحه، اول مره احضره بس حلو قوي، اتبسطت بصراحه. عروض مسرحيه متميزه تتواصل على مسارح وزاره الثقافه، تهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم الغنائي ورموز الفن في تلك الفترة. العرض المسرحي ألمض وعبد الحامولي استطاع أن يجسد التاريخ الفني والغنائي لسيرتهما الذاتية، والذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لتظل هذه العروض المسرحية التراثية باقية في أذهاننا لتعود بنا إلى زمن الفن الجميل. أحمد ممدوح، النيل. لعشقها لحياة النحل وتربية النحل أسست الفتاة السعودية فاطمة الميلاد مشروعا لتربية النحل، مستلهمة التجربة بتجارب من والدها في تربية النحل. وقررت فاطمة تحويل هذه الهواية في تربية النحل لنشاط وعمل تجاري. نتابع. عن كثب تراقب الفتاة السعودية فاطمة الميلاد صاحبة 19 عاما أسراب النحل الذي تربيه، وهي تعتمر قبعة الحماية. منذ سنوات الطفولة الباكرة تفتحت عيناها على والدها وهو يعتني بالنحل،
وبعد المراقبة والتتبع تولد الشغف، وقررت فيما بعد تحويل الهواية إلى نشاط وعمل تجاري. أعمل في مجال تربية النحل منذ ما يقارب 3 سنوات حالياً. مارست هذه المهنة أو امتهنت هذه المهنة من والدي الذي يعمل في مجال تربية النحل منذ ما يقارب 15 سنة. في البداية لم يكن لديها سوى خلية نحل واحدة، لكنها أصبحت بالتدريج وبمساعدة الوالد من حين إلى آخر تمتلك 50 خلية تنتج لها الآن 60 كيلوغراما من العسل سنويا. تدريجيا مع المواسم أدعمناها وهي أدعمت نفسها بالتواسم التطريد لأن وصلت إلى 50 خلية تحت إدارتها نفسها. وعن أهمية أعمال المراقبة تقول فاطمة إنها تدون الملاحظات عن أي مشاكل ربما ترصدها وبعينيها وأدواتها كي تعالجها في المستقبل. فهذه الورقة ندون فيها بعض الملاحظات اللي نشوفها في الخلية أو المشاكل اللي أشوفها في الخلية، حتى لما أكشف عليها مرة ثانية أعرف أني وش المشاكل اللي واجهتني في هذه الخلية وأحاول أني أتفاداها. وعندما كان مشروعها في المهد كانت فاطمة توزع العسل على الأصدقاء والعائلة، لكنها أصبحت الآن تبيعه أيضا. وبالإضافة إلى تربية النحل تبدأ فاطمة دراسة الطب وتأمل في الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة أم القرى. نروح لإيطاليا حيث يتنافس 21 فيلم على الفوز بجائزة الأسد الذهبي خلال الدورة 78 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي اللي بيقام بين الأول من سبتمبر حتى 11 من هذا الشهر الجاري. يتنافس 21 فيلما للفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية في دورته 78. المهرجان افتتح عروضه بأحدث أعمال المخرج الإسباني ألمودوفار مع الممثلتين المفضلتين له بيلوبي كروز وروسي دي بالما في فيلم بارل ماذرز، فيما وصف النقاد الفيلم بأنه لوحة مكثفة وملموسة لامرأتين تواجهان مشاغل الأمومة وسط تقلبات ومنعطفات لا يمكن التنبؤ بها. وتؤدي كروز في هذا الفيلم دور جانس في لفتة إلى المغنية جانس كوبلن، وهي مصورة تتعرف على عالم آثار وعدها بالعثور على رفات والد جدها الذي فقد أثره في بداية الحرب الإسبانية الأهلية في مسقط رأسه، وهو موضوع مستجد في إسبانيا حيث تسعى الحكومة إلى التقدم في العمل على ذاكرة الوطنية ونبش رفات آلاف الضحايا من المقابر الجماعية إبان حكم القائد الإسباني فرانكو. ويواجه المودفار الوجه البارز في نهضة الثقافية الإسبانية الحائز على جائزتي أوسكار والطامح للفوز بالجائزة الكبرى في البندقية منافسة من 20 فيلما آخر أبرزهم فيلم The Power of Dog لجين كامبيون. يتناول الفيلم المقتبس من كتاب توماس سافاج حكاية شقيقين يتواجهان في مزرعة في مونتانا بعد عودة أحدهما إلى المنزل مع زوجة جديدة. أما فيلم The Car Counter لبول شرايدر فيتنافس هو الآخر على جائزة الأسد الذهبي، حيث يحكي الفيلم عن لاعب بوكر. You count cards, right? I'm not that smart. But you win. You need someone to stake you. That's what you do. You run a stable. I'm always looking for a good thoroughbred. Having been sentenced to 10 years in prison, I learned to count cards. How'd you do that?
poker is all about waiting. Check, raise, re-raise, call. Then something happens. You remember him? ويقوم بهذا الدور أوسكار آزك حيث يلاحقه الماضي بعدما كان جنديا في العراق بعدما تورط في انتهاكات لحقوق الإنسان في سجن أبو غريب. This is how it starts. Just a fleeting thought. You might want a piece of what I'm gonna do. Then it builds. What is that? Set things straight. وتعود الكلمة الفصل للجنة التحكيم التي رأسها هذا العام كوريا الجنوبية الحائز على السعفة الذهبية عام 2019 عن باراسايت ثم أذكر أفضل فيلم بعد عام عن هذا العمل. ومن المرتقب الإعلان عن الفائز في 11 من سبتمبر الجاري لهذه الدورة الثانية التي تعقد في زمن كورونا. ترحب هونغ كونغ بالعودة لإقامة معرض الفن القابل للشراء السنوي بعد أن أجبر على تقديم معروضاته عبر شبكة الإنترنت في العام الماضي وده بسبب وباء كورونا. هذه هي النسخة الثامنة من المعرض والذي يعرض هذه المرة أعمالا من 44 معرضا محليا ودوليا تشمل المعروضات التركيبات الضوئية ورسومات الآيباد حتى الوسائد الأكثر كلاسيكية زي الألوان المائية والألوان الزيتية. ويهدف المعرض لجعل تشكيلة متعددة بشكل واسع من الأعمال الفنية متاح اقتناؤها بالنسبة لجمهور متنوع. ولكن إعادة تنظيم المعرض في حد ذاته لم يكن بالأمر السهل مع إجبار الأشخاص في كل دولة تقريبا حول العالم على التكيف على طرق جديدة للعيش بعد الوباء والحكومات والأعمال التجارية الواقعة تحت ضغوط التطور. وصناعة الفن ليست مستثناء من هذه الظروف، كما واجه افتتاح المعرض أمام الجمهور تحديات عدة وفرض على الزوار للمعرض الفني التمسك بأوقات محددة للدخول وبقاء كل شخص على بعد متر من الآخر. في روسيا بيضم متحف في قرية نيتفا بغرب البلاد نحو 500 معلقة من 80 دولة مختلفة بتحكي تاريخ تطور البشرية في استخدام الملاعق. تبينت أشكال الملاعق من مزينة ومزركشة من الفضة والذهب للاستخدام الملكي وأخرى بدائية من القواقع والخشب وجذور الأشجار. وقد تم تقسيم الملاعق على حسب مرجعياتها التاريخية، حيث تم وضع مجموعة تعود للقرن 19 ومجموعة تعود للقرن 18 وأخرى تعود إلى ما قبل ذلك. كان تم افتتاح المتحف في عام 2003 كجزء من متحف نيتفا للتاريخ المحلي. الملاعق ليست وسيلة للطعام فقط ولكنها وسيلة للزينة أيضا في المنازل ويتم استخدامها في الديكور. بيزور المتحف نحو 15 ألف زائر سنويا. بيتمتع المتحف بأجواء مبهجة خاصة وأنه يحتوي على آلاف المقتنيات. خلونا نتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ونهار طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، والطقس ليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. بالنسبة لحالة البحر المتوسط بتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف. أما حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف. وصلنا مشاهدينا لنهاية هذه الفقرة مع مجموعة من الأخبار المتنوعة وآخر المستجدات على الأحداث. بعد قليل أهم الأخبار الرياضية.